وهذه جولة في دار عبد القادر. أنا من حديقة البيت، الثلج عماله بذوب لأنه درجة الحرارة ارتفعت هذا اليوم في الأربعينات وفوق، وبكرة في الخمسينات ستينات. طيب ما شاء الله الشجر. هاي سيارة كوكر اللي جينا فيها، ما شاء الله نظيفة. واو عرك هالشجرات، شو بدي اشيله؟ اوف، هذا بعد يومين تنتهي الرخصة تبعتها 328 اي.